تعالوا نعمل رز بلبن ينفع للأطفال من سن ممكن من 6 شهور، واحنا بنتكلم عن البوتي تريننج. البوتي تريننج بقى، واي حد بيحاول يخلع البيبي بتاعه البامبرز يعني او الحفاض، بما اننا داخلين على فصل الصيف، احب انصح اي ام عندها بيبي من اول 4 شهور حاولي تقعديه على البوتي، عرفيه يعني ايه بوتي من دلوقتي، يعرف ملمسها، يعرف ان هو ممكن يقعد على حاجه زي دي، لان الطفل كل ما بيكبر كل ما الموضوع بيبقى اصعب. انا بتكلم الكلام ده عن تجربه، انا عارفه ان كل الدكاتره وكل الناس بيقولك بعد 3 سنين، بس كتير قوي يا جماعه ان البيبي يفضل يعمل على نفسه بيبي ستول 3 سنين، او يعني حاجه مش نظيفه خالص. كل ما البيبي يتعرف على ملمسها اسرع كل ما الموضوع بيبقى اسهل، بيبقى على 1.5 سنة كده الدنيا بتبقى سهله قوي. انا هنا عملت الرز بلبن، هقول لكم. حطيت 1/2 كيلو لبن او حوالي كوبايه كبيره، معاه 2 معلقة رز كنت نقعاهم قبلها، وعملت التحليه بمعلقتين من العجوه. طبعا لو طفل بيبي اكبر من سنه هنستخدم السكر لو عايزين، بس طبعا يفضل ان انتوا تمنعوه عن الحاجات دي، من تعوده جسمه اصلا ان يبقى ما فيهوش سكريات كتير. البيبي تحت السنه من اول سن 6 شهور هيبقى نستخدم لبن صناعي او لبن الام، وهنستخدم معاه الرز والعجوه بس. لكن هنا عشان البيبي عندي اكبر من السنه، انا مستخدمه لبن بقري مزارع تينا مثلا، او اي لبن مبستر بس بدون مواد حافظه. وعملته كده، انا زودت من عندي 2 معلقة قشطه بلدي عشان كنت عايزه ازود القيمه الغذائيه، وطبعا ما حطيتش النشا لان كده كده اوريدي الرز فيه النشا بتاعه. وحطيت في علب من اللي ليها غطا وبتنفع واحنا خارجين، علشان خاطر لو اضطرينا ناخد اي وجبه معانا واحنا خارجين. وبالف انا وشفا على البيبي بتاعك، وقعديه على البوتي وهو صغير.